ضيفتنا النهارده ضيفه مختلفه، عندها ثقافه ولغه ووعي، وحبت انها تشارك ثقافتها وحبها للغه الفرنسيه مع الناس، وكمان نجحت جدا انها تنشر اللغه الفرنسيه بين الناس على السوشيال ميديا وبطريقه مسليه وخلتها تتحفظ بسهوله. قلبت السوشيال ميديا، الناس كلها حبوها والناس كتير كمان قلدوها. منورانا النهارده في استوديو انت الاستاذه ايناس فهمي، صناعه المحتوى عن اللغه الفرنسيه. اهلا وسهلا بحضرتك يا استاذه ايناس. ايه الاخبار؟ اقول مدام ايناس. انا بقول صح ولا لا؟ صح. طب الحمد لله، انا لسه عندي شويه فرنش باقيين كده من الدراسه. استاذه ايناس، معروف ان الفرنساوي من اللغات، لغه من اللغات الصعبه واللي ما بتتحفظش بسهوله، ولو الواحد مش بيزاول او بيمارس اللغه بيقولها كتير او بيتكلمها كتير هينساها. حضرتك من الاول خالص حبيتي الفرنساوي امتى؟ درستيه فين؟ وايه اللي خلاكي بعد كده تتعلقي بيه قوي وتدرسيه كمان؟ هقول لحضرتك، انا من وانا صغيره خالص كنت في مدارس فرنساوي، كنت مدارس راهبات ليكول لا سان فامي، مدرسه العائله المقدسه، وطبعا حببونا قوي في الفرنسي. وبعدين بيدرس الفرنسي من هو صغير بيتقنه قوي، بيعرف ينطقه كويس قوي، يعني افضل شويه من اللي بيدرسه هو كبير. ممكن يحفظ القواعد كويس قوي لكن النطق عنده ما يكونش مظبوط 100%، يعني صح بس كده. فانت حبيتيه من ساعه فعلا من يعني من وانا صغيره. بقول لحضرتك يعني الراهبات عندهم قدره قويه جدا على التعليم، وان يحببوكي في الماده وبطريقه سلسه جدا وبطريقه جميله، ويخلوكي تنطقيها بطريقه، بصراحه كانوا بيعلمونا النطق بطريقه روعه يعني. وعلموني ان انا يعني الحروف دي انا يعني بنطقها، يعني انا بحب انطقها، بحب انطق الفرنساوي. وبعدين بعد كده بقى لغه كمان لغه رقيقه وبتعبر عن الشياكه، خاصه لو ست هي اللي بتتكلمها فبتبقى بتودي الست حته تانية خالص. بالظبط كده. وبعدين هي لغه موسيقيه على فكره، يعني حضرتك لو سمعتي مثلا انجليزي وفرنساوي ودنك هتروح للفرنساوي، صح؟ عشان هو لغه موسيقيه في الاصل، فيها موسيقى كده. مظبوط. فبس بعد كده بقى درست في الكليه برضو، اتخصصت في الفرنساوي، وبعدين بقيت مدرسه فرنساوي يعني في مدارس ثانوي وبتاع. وبعد كده بقى ولادي ساعدوني ان انا اعمل الصفحه دي. يعني كنت لسه هسالك بقى، خطوه السوشيال ميديا وصناعه المحتوى خطوه من الخطوات اللي ما بتبقاش سهله برضو على فكره، يعني مش بسهوله اجيب كاميرا وانا قاعده في البيت واقوم جايه مصوره كده عملت محتوى. لا طبعا. وانه كمان ينجح ويعلم مع الناس والناس تتابعك وتبقى مستنيه فيديوهاتك الجديده، دي حاجه مختلفه جدا. احكي لي عن الخطوه دي، بدأتي فيها ازاي؟ اقتنعتي بيها بسهوله ولا لا؟ ومين ساعدك في تنفيذ الفيديوهات؟ والله هو اللي ساعدني بصراحه ابني، عشان هو اساسا ها ربنا يخليهولك. الله يا رب. يخليك، ربنا يخليك. هو اللي ساعدني يعني، وعشان هو عنده يعني هو اساسا في مجال السوشيال ميديا عظيم، فساعدني وقال لي ماما يعني بدل يعني بعد المعاش وكده، قال لي بدل ما يعني تبقي قاعده في البيت وكده، لا استفادي باللغه اللي معاكي. وبعدين هو اللي بيعمل لي سكريبتات، وبنتي كمان، بنتي اساسا برضو بتشتغل في السوشيال ميديا فود بلوجر، فهي برضو بتساعدني وبتعمل، وهي بتتقن اللغه الفرنسيه. جميل. بتعمل معايا الفيديوهات بس. فبصراحه الاثنين ساعدوني والحمد لله، يعني الناس تقبلت الفيديوهات يعني، والحمد لله نجحت يعني. الحمد لله. الحمد لله. كنت متوقعه التفاعل اللي حصل ده مع الناس؟ لا. وان الناس تبقى بتحبك قوي كده وبتستنى الفيديوهات بتاعتك وكل حاجه والتعليقات الحلوه اللي بتجيلك؟ لا بصراحه لا، ما كنتش متوقعه. انا قلت خطوه لكن ما كنتش متوقعه، لكن انا يعني حاسه ان اللي بيطلع من القلب بيروح يعني للناس بسرعه، يعني انا عشان بحب الماده وبحب اللغه وكده فوصلت للناس يعني بسرعه. وعلى فكره ومش كل التعليقات بتبقى ايجابيه، يعني بيبقى فيه برضو تعليقات سلبيه يعني، بس الواحد بيتخطاها يعني. طب انا عارفه كمان ان في فنانين
وناس كتيره قوي خدت صوتك وعملت عليه على التيك توك، عملت حاجات لذيذه وحاجات كوميديه. بالظبط. انت ايه رايك في الحاجات دي؟ حبيتيها ولا بتتضايقي، بتحسي انه لا مش حباها؟ لا 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 عادي خالص، لا لا حباها عادي، ما فيش اي مشكله. بصي لا ما فيش اي مشكله خالص، ولا اي تعليق حتى لو تعليق سلبي، ولا لاني بحس ان التعليقات السلبيه دي يعني اللي بيقولها مش يعني هو الشخص اللي انا هعتبره. مش هتقفي عند التعليق. لا 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 خالص خالص. ولا هو الشخص اللي هيهزني يعني، بس كده. لا لا انا ببقى مبسوطه لما حد يعمل فيديوهات باي طريقه بقى، لا ببقى مبسوطه بصراحه عادي يعني، مفيش اي مشكله بالنسبه لي. مين اكتر فيديو حبيتيه لفنان مثلا او فنانه؟ هقول لحضرتك، هو في واحد اسمه اسلام فوزي، ده عمل على برضه حبيته. في مهند حبيت قوي طريقته، عمل برضه على الصوت. والحقيقه في ناس كتير بس هم دول اللي فاكراهم قوي، لان هم دول يعني عملوه بطريقه يعني تضحك وطريقه جميله يعني انا حبيتها يعني. طب عايز اسالك عن حاجه، لما عرفتي ان الفرنساوي مش هيبقى ماده اساسيه بعد كده، رد فعلك كان ايه؟ لا عادي خالص، اصلا انا مش بقدم فرنساوي بس للثانويه العامه، انا بقدم فرنساوي لكل الناس اللي بتحب اللغه. يعني هما يعني جات لي تعليقات كتير قوي بتقولي هو الفرنساوي خلاص اتلغى، يعني ايه يعني كانهم بيقولوا انت طالعه. لا قلت لهم لا انا فعلا عملت فيديو فهمت الناس، قلت لهم انا مش يعني المحتوى بتاعي مش مخصص للثانويه العامه تحديدا، لا لكل اللي بيحب الفرنساوي مهتم بيه، فهو مش الثانويه العامه بس يعني. وبعدين الثانويه العامه الفرنساوي ما اتلغاش فيها، هو بقى خارج المجموع بالظبط، بس برضو لازم الطالب يذاكر عشان ينجح فيه. بس كده. ما زلتي بتدرسي ولا خلاص؟ لا بدرس على اليوتيوب. يعني عظيم. بعمل كنت بعمل يعني عملت فيديوهات للثانويه العامه وعملت فيديوهات عامه يعني لتدريس الفرنساوي والتعليم الفرنساوي كده يعني. سلسله نصايح الثانويه العامه ناويه تستمري فيها؟ لا ليه لا طبعا ناويه استمر فيها، عشان المفروض انهم يدخلوا الامتحان ينجحوا. من خلال دراستك للفرنساوي، ايه الفروقات اللي في الثقافات اللي حساها ما بين الثقافة المصرية والثقافة الفرنسية؟ الثقافة الفرنسية بتهتم قوي بالشياكة، بالرقي، بالجمال في كل حاجة، بالرقة، بشياكة التعامل، الشياكة في التعامل والأسلوب. يعني الثقافة العربية، يعني حضرتك بتقولي لي بين الثقافة العربية والفرنسية، المصرية والفرنسية، المصرية تحديدا. يعني هو يعني طبعا يعني أنا أعتز بالثقافة المصرية، لكن يعني هو في فروق، يعني الأسلوب مختلف. بس كده. احنا بنخش بقلبنا في الكلام اكتر بكتير فرنسويين. بالظبط كده. بالظبط كده. يعني الأسلوب يعني مختلف. طيب نصايحك للي بيتعلم الفرنساوي لأول مرة، سواء في النطق أو في الكتابة، إنه يحفظ الجرامير. الجرامير ده يعني حاجة من الأكسنت والحاجات دي، الحاجات دي صعبة. إزاي الواحد يعرف يحفظ ويحب اللغة زي ما حضرتك بتحبيها كده؟ قول لنا قواعد كده نمشي عليها. حضرتك أول حاجة طبعا يعرف الألفابي كويس، الألفابي، وبعدين الفويل، يتدرب على الفويال كويس قوي اللي هي الحروف المتحركه، لان لو نطق الحروف المتحركه كويس خلاص هيعرف ينطق فرنسي. وبعدين قواعد النطق، يعني ايه قواعد النطق بقى؟ في ادماج حروف معينه بتتنطق بطريقه معينه، لازم يعرف قواعد النطق دي. يعني مثلا ا ا تتنطق ا، واخده بال حضرتك؟ ال ا ا تتنطق او، الاو اي تتنطق وا. فهو يعرف الرجل دي، الرجل دي برونسيسيون، قواعد النطق، ويتدرب كويس على الحروف المتحركه هي الفويال اللي هي الا او اي او او اش وجرك. لو هو عارف ينطق الحروف المتحركه دي هينطق فرنسي، بس يتدرب عليها يعمل براتيك كده. افتكر انه ان الاطفال الصغيرين تعليمهم واستيعابهم للغه الفرنسيه هيبقى اسهل كتير من ان حد يبقى مثلا عايز ياخد كورس او عايز
يعني يضيف اللغة الفرنسية لثقافته بكتير خالص. الفرنسي هو تعليم من الصغر، اللي يتعلمه من الصغر خلاص أتقنه وأتقن النطق. يعني أنا بقول لحضرتك اللي هيتعلمه هو كبير هيتقنه، ممكن يتقن اللغة الجرامير كويس قوي، يتعلم جرامير ويعرفه كويس قوي، لكن مش سهل ينطق، مش سهل ينطق خالص. يعني هياخد مجهود أكبر بكتير قوي من اللي يتعلمه هو صغير. طب تفسير حضرتك إيه يا أستاذة إيناس لاختيار الولاد في الثانوية العامة لمادة الألماني أكتر من الفرنساوي؟ يعني مثلا كلغة تانية ممكن بيختاروا الألماني أو الإيطالي، بيقولوا إن هو أسهل من الفرنساوي، هل ده صحيح؟ وهل مثلا اللغة الألماني قريبة شوية من الإنجليزي فعشان كده ده أسهل بالنسبة لهم، ولا إيه الفروقات؟ هو بصراحة يعني الفرنسي عايز مذاكرة كتير، اقول لحضرتك بصراحه يعني، لكن بالنسبه لل انا بقول لحضرتك الجرامير ده كان عامل لي مشكله. هو الجرامير والفوكابيلير كلماته كتير قوي، وزي ما قلت لحضرتك النطق، بالرغم ان هما ما كانوش مش بيهتموا بالنطق، هو يعني كان الطالب في الثانويه العامه بيقول لا مش مشكله النطق، انا انطق انجليزي عادي بس اهم حاجه اكتب صح بالظبط كده واخد درجه، لكن ده طبعا غلط، لكن هو ده اللي كان بيحصل عشان نقول بصراحه. فطبعا الطالب عايز درجات فبيختار اللغه الاسهل، كان الايطالي يعني كانوا بيختاروا الايطالي اكتر لغه، ده بالنسبه للمدرسه اللي انا كنت فيها كانوا بيختاروا الايطالي اكتر لغه لان هي سهله وبيدخل يكتب الكلمتين وبياخد الدرجه النهائيه وما بتحتاجش منه المذاكره الكتير قوي اللي بيحتاجها الفرنساوي بصراحه يعني. بالنسبه للالماني مش عارفه قوي يعني انا، لكن انا الايطالي عشان يمكن هو اللي كان مع الفرنسي بالنسبه للي انا كنت المدرسه اللي كنت فيها، فالايطالي كان اختياره اكتر بكتير قوي من الفرنساوي يعني في الاونه الاخيره بالذات يعني، لان هو يعني بقول لحضرتك مذاكرته كانت اسهل من الفرنسي، بكلم حضرتك بصراحه. وبرده يقال ان الالماني برده يعني اسهل في، لكن مش عندي فكره قوي عن الالماني يعني حقيقة. وانا كمان لان انا خدت كله فرنساوي من اول كي جي لحد ثالث ثانوي كان كله فرنساوي، ما عرفتش اختار الحقيقه ما اخترتش لغه ثالثه لانه كده هتبقى لغه ثالثه بالنسبه لي، لاني بدرس اللغتين طول العمر فخلاص مش هعرف، مش هقدر اختار حاجه جديده. بس برضو عايز اسال حضرتك على انه برضو الفرق بين زمان ودلوقتي، زمان كانوا العائلات يحبوا قوي ان بناتهم يتعلموا فرنساوي بجانب المدرسه، يعني جنب المدرسه كان في مدرس الفرنساوي ومدرس الاتيكات اللي بيعلم البنات الفرنش والاتيكات علشان يبقى ليهم برضو طله معينه ومظهر معين، يكونوا بيتعاملوا بطريقه معينه. اعتقد ان ده مش موجود دلوقتي، العائلات اللي عندها بنات ما بقتش تهتم بده دلوقتي. من وجهه نظر حضرتك ليه ده بقى يحصل؟ ليه ما بقاش فيه اهتمام برقه وشياكه البنت في انها تتقن اللغه الفرنسيه؟ لا هو في ناس على فكره عندهم الاهتمام بس مش زي زمان، مش بنفس الكميه. انا يعني بصراحه في ناس كتير قوي مهتمه باللغه الفرنسيه بس مش كل الطبقات بالظبط بصراحه. يعني مش كل الطبقات يعني في طبقات معينه يعني مش يعني عايزين درجات وخلاص، لكن انا اقول لحضرتك تجربتي في الموضوع ده، انا لما سافرت الساحل لا انا لقيت الناس اللي هم خصوصا المدارس الانترناشونال لا او المدارس اللي هي الراهبات الراهبات والمدارس دي لا مهتمين قوي بالفرنسي، مهتمين قوي بان اولادهم يتعلموا فرنسي. انا الاطفال كانوا بييجوا يسلموا عليا وكانوا عايزين ماده بشكل غريب وكانوا حافظين قوي الادجكتيف بوسيسيف ويعملوا معايا الفيديو والبرونسوجي ولا يعني كان في تفاعل جامد قوي. جميل. عن ناس تانية ما يعني مش مهتمة قوي باللغة، فهو على حسب لا في ناس كتير على حسب ثقافة الأسرة بالظبط كده. أيوة فعلا بالظبط كده، على حسب ثقافة الأسرة فعلا ده الرد المظبوط. طيب هطلب من حضرتك تقول لنا كلمات بتتقال بالفرنساوي احنا بننطقها غلط وقول لنا نطقها الصحيح، وهسيب لحضرتك اختيار الكلمات. ماشي. حضرتك في مثلا كلمه مخالفه، لما اخد مخالفه مثلا العربيه كونترافونسيون
كونترافنسيون. في مثلا هي دريكسيون اصلا على فكره، دريكسيون العربيه هي اصلا دايركسيون اللي هو دايركشن بالفرنسيه. مثلا هو في كلمات فعلا هي زي مثلا كونفرساسيون اللي هي المحادثه، هي برضو بالانجلش كونفرسيشن. في برضو من الحاجات اللي اتسالت فيها دلوقتي اللي هو كيلو الباميه، ان كيلو دو جومبو البامية. في مثلا برضو جمصة، لا هي جمصة هي بس بتتنطق جمصة. واخدة بال حضرتك؟ لا قولي لنا بولاء الدكرور. بولاك على فكرة، بولاك هي بس بنقول بولاك. بولاك؟ بولاك. بولاك دوكر؟ بولاك. يعني مثلا احنا عندنا بولاء الدكرور دي احنا بنقولها بالمصري عادي بولاء الدكرور، انما هي اصلا المفروض المسمى فرنساوي زي ما حضرتك بتقولي. ما انا بقول لحضرتك وعندنا تيور وعندنا كلمات كتير احنا بنقولها في لغتنا الدارجه هي فرنساوي بس بنقولها باكسنت غلط اساسا، زي بالكون. بالكون كلمه بالكون زي بالكون. طبعا زي مثلا مدام. الناس ساعات تقولي يا مدام، يقول لك مدام اسمها مدام. الاكسون هي المفروض تقولي مدام مثلا مادموازيل، سي انستي دموازيل انسه. في كلمات كتير على فكره فعلا زي ما انت قلتي حضرتك، فعلا الاكسون بتتقال غلط بس هي اساسا كلمات فرنساوي فعلا. حقيقه حضرتك شرفتينا ونورتينا وكنا مبسوطين قوي قوي بوجودك معانا النهارده. والله ميرسي، بشكرك كل الشكر. ميرسي خالص لحضرتك، ميرسي قوي. شكرا. انا بتشرف يعني بوجودي هنا، والله اتشرفت وجودي في البرنامج. ميرسي قوي. احنا الشرف لينا، نورتينا حقيقي، ومزيد من النجاح والتقدم يا رب. ربنا يخليكي. شكرا ليكي جدا. شكرا. شكرا. كانت ضيفتي في الفقره دي الاستاذه ايناس فهمي، صانعه المحتوى بتعلم اللغه الفرنسيه لكل الناس اللي بيتابعوها. هنطلع لفاصل سريع دلوقتي ونرجع نكمل باقي فقراتنا. استنونا.